رجل الظل الذي يلازم ساكن البيت الأبيض قد يخطف الأضواء ويصبح السيد، وهذا ما حدث مراراً في التاريخ الأمريكي. ترامب نفسه أصبح اسم نائبه المحتمل أكبر هواجسه مع اقتراب موعد الانتخابات وعدم الإعلان عن اسم ذراعه اليمنى حتى الآن، رغم أنه يتعين عليه إعلانه رسمياً قبل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري، وهو ما فسره مقربون بأنه لا يريد التسرع حتى لا يكرر مأساته مع نائبه مايك بنس الذي تخلى عنه بعد أحداث اقتحام الكابيتول وحاول منافسته على المنصب. منصب نائب الرئيس الأمريكي أنشئ في المقام الأول ليحل محل الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة، وأصبح 9 نواب للرئيس رؤساء في ظل مثل هذه الظروف، وآخرهم ليندون جونسون بعد اغتيال كينيدي وجيرالد فورد بعد استقالة نيكسون إثر فضيحة ووترغيت. النائب يتولى خلافة الرئيس بكل سلطاته وصلاحياته حالة توفي أو استقال أو تعرض للعزل من قبل الكونغرس، كما يعد رئيس مجلس الشيوخ ويحق له التصويت في حال وجود تعادل في الأصوات، ويترأس الجلسات المشتركة للكونغرس ويتولى الكثير من المهام الرئاسية حال غياب الرئيس إلى جانب المهام البروتوكولية. 15 نائباً وصلوا في وقت لاحق إلى سدة الرئاسة، 6 منهم عن طريق الانتخابات، وهم جون آدمز وتوماس جيفرسون ومارتن فان بيورن وريتشارد نيكسون وجورج بوش الأب والنائب السابق لأوباما جو بايدن الذي قد تكرر نائبته كامالا هاريس تجربته وتصبح الرئيس حالة نحيه. لكن 8 آخرين تولوا منصب الرئيس بعد وفاة أسلافهم، وهم جون تايلر وميرالد فيلمور وأندرو جونسون وتشستر آرثر وثيودور روزفلت وكالفين كوليدج وهاري ترومان وليندون جونسون، لكن واحدا منهم فقط هو جيرالد فورد تولى منصب الرئيس بعد استقالة نيكسون إثر فضيحة ووترغيت.